كيفاش ما بقاتش كيفاش ما بقاتش شوف كاينه شي حاجه علم انا على ركبتي تتنبغي النود وكان رجليا ويتي. السلام عليكم الحباب ديالنا، الله يحفظكم والله ينجيكم والله يخليكم ديما على خير، والحمد لله في هذه الاجواء ديال العيد نتمنى على الله تكونوا بخير وعلى خير، واللي تمنى شي حاجه يلقاها ان شاء الله الرحمن الرحيم. تعطلنا عليكم ودابا عذروني والله العظيم النبي الكريم الى انا في واحد المحنه مع الجميله، يعني واحد المرض ديالها ما عرفنا له راس من رجلين، ما خلينا مدينة حتى من البيلون درناه كامل على القلب على الطنسيون على السكر على كل شيء، ولكني ما نكذبش عليكم انا كنت شفت في الانستغرام تنقرا بعض لي فان قال لك شي حالات كانوا وقعوا لوالديهم بحال هكا، يعني الحاجه داك المفاصل ديالها وداك التاخيه اللي فيها واللي ما تتقدش تنوض، ربما قالوا لك حنايا جربنا اللي قالوا لنا الناس بانها خاصها شي حاجه اللي تخلعها ولا شي حاجه اللي تدير لها ان شوك باش يمكن لها تقدر تحيد من هذيك المرحله تنوض ولا دير شي حاجه. انا ما نكذبش عليكم انا دابا اللي قال لي شي حاجه انا تنديرها، انا مصابه الا جميله تبقى بخير وعلى خير، واللي عنده شي والدين الله يخليهم له، وهذه هي الدنيا. انا الواحد راجل الى مرضت مراته يوقف معها والمراه الى مرض راجلها توقف معاه، هذا هو الزواج ديال الحلال. ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم عاد جيت انا وياها من الطبيب، راه هي دخلت تمدات وغادي ندخل ونشوفها كيفاش بقات، ويجعل الله الخير والله يحفظكم والله ينجيكم والله يخطيكم تبارك الله عليكم. خليكم معايا الحباب. جميلة 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 كي بقيتي كي بقيتي ايوا شنو هذا ما تخلينيش بوحدي ايوا شنو كي بقيتي كي بقيتي ودابا موالفة تنوض قدامي وتطيب لي الطويبة في الحركة بركة، اما انتيا هكذا هي تدخل وتتنعس اشنو كيفاش ماشي الخاطر، ولكني عاوتاني غا شوف النعاس بزاف غا تيضر ماشي الخاطر والله الا لا تيضر بالله في الصحة والله ما الخاطري بالله ويلي ودابا من عند الطبيب الناموسية الله كيشف وياه انا حاس بيك ولكني راه درنا المستحيل احنا ما خلينا اللي تيقولنا شي حاجه درناها سعيد رجليا فاشلي كل يدي فاشله ما عرفتش انا وانا وانت شتي كان الطبيب تيدوي معايا والحمد لله قال لي ما عندك شيء وخرج لك شي دواء ديال شي منشطات وخرج لك شي دواء باش يحيد لك الصاد وهاد العيقه اللي تتعيق حتى هو خرج لك ليدو الدواء ايوا شنو الوقت اللي عيط لك الطبيب ما عرفتش انا كيفاش من تما لا 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 ما تخلع شيء ما عندك والو الحمد لله ما هي قال لك خصك تبدا تتحرك شويه وتتمشي وتجي ايوا شنو لا ديك الساعه فاش عيط لك تيغوت ما فهمت والو كيفاش تيغوت لا شي قضيه كاينه وبغيت نقولها لك اي تقليد عليك شنو قال لك احنا كنا ضربي احنا كنا ضد الله جات من عند الله مرحبا بها سيدي ربي كيتفكر يا ودي انت دابا هي ديها ربي كيتفكر وهي ديها لي بصحتك شوف ديها لي بصحتك ما تخمم حتى شي حاجه انا ما كنتخلعش لانه سيدي ربي اللي عطاني ما كنتخلعش دابا المرض اللي بغى لي الله بغيته ولا لا يقول ولا لا يضرك الله يخليك لوليداتك دخلت عليك بالله شنو الوليدات كل شنو قال لك الطبيب؟ لا والو الدنيا هانية الحمد لله تبع هي الدواء ديالك. وش غادي نقول لك؟ أنا بجنبك ما تخافش أنا بجنبك وإن شاء الله الرحمن الرحيم اللي خصك معاك واللي بغيتي. ما عطانيش كنشوفو كيغوت وأنت كدير له ولا ماشي ما عندك سوق في الكلام اللي قال لك تبع داك الشيء اللي قلت لك أنا. زعما تبع. شي حاجة.
كيفاش فاتي شي حاجه؟ فراسك شي حاجه سهل. يقول لي انا ما كنتخلعش من المرض اللي بغى الله بغيته. يقول لي شنو قال لك عندي؟ شنو عندي؟ ما عندك والو، ما عندك والو. راه مجاوب الله. لا لا لا، شوف ما تقول لي لا عاقله والو، انا بجنبك قلت لك. لا ما شوف باش ما نبقاش داكشي ديال ربي. غير قول لي. شوف تعايقه انا شوف. هاك الفويطه. هاك شوف المهم. هاك. حتى قول الله اعلم وانا على رقبتي. تنبغي نوض وكان رجليا ويديا فاش عرفتك دابا عمرك في هاد الحاله عمرك ما دوزتي بحالها. بسم الله الرحمن الرحيم، عين بنو ادم. هو حق الله العظيم. ايوا شتا تشوف ما تنديرو حتى شي حاجه زايده على الناس. الحمام كنتوضا نجي نصلي اه والدوخه كتشدني ما عرفتش يا سعيد، ولكن اللي كنت في الطبيب قبيله بحال اللي سمعت شي حاجه بحال اللي سمعت. اش غادي تسمع؟ لا يقول لي ما كاين حتى شي حاجه. هي دابا انت نبلتي وشوش. انا ما نتفقش ما والو. غير قول لي قول لي شنو قال لك الطبيب هالعار؟ شنو انا قلت لك هالعار؟ واش غادي نقول لك؟ انا مت وليداتك واش غادي نقول لك؟ واش انا ما كنخممش في المرض. آه. اللي بغى لي الله بغيته، لانه كل شيء من عند الله ماشي من عند العبد. كل شيء ديال الله. عرفتك ما بغيتيش تخلعني. غير قول لي عندي على شنو نخلعك. شنو كاين؟ انا هي قال لي تهلا فيها وما تخليهاش تخمم بزاف، ولكني خاصك قال لك شويه ديال الرياضه. دابا قال لك انا غادي ان شاء الله نمشي نقيدك في شي نادي ديال الرياضه وتبدا تشوف. لا خاصك باش انا رجليا كنقول لك وهي دابا النادي ديال الرياضه تبدا دير شويه لا ماتش، ونشوف انا شي نادي اللي يكون فيه لا بيسين تبدا شويه ديال لا ناطاسيون حتى هي مزيانه للركابي ولا لكل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم انا بجنبك ما تخاف حتى شي حاجه. لما عرفتي من قبل رمضان لا حول ولا قوه الا بالله. وانا مجدوحه وراه قال لي ما تخلعهاش. قال لي ما تخلعهاش، ما تقول لها والو. لا لا غير يقول لي لا ما نقدش. ما غاديش يقول لي شنو هو؟ لا ما نقدش. لا هو خصك انت ماشي نكمل عليك، خصك تبغى. شنو عندي كيفاش ما نقدرش؟ صافي اذا ما تحركتيش ولا ما مشيتيش درتي رياضه ما تبقاش تمشي على رجليك. كيفاش ما نقدرش؟ شوف كاينه شي حاجه؟ ايوا اذا ما شوف اذا ما نطيش وما بديتيش تحرك وما درتيش رياضه راه ما تبقاش تمشي على رجليك. الله يحفظك. الله يحفظك. وهذا الشيء دابا انت جريتيني للهضره. الله يهديك. أولي إذا ما عنديش حاجة في رجليا. في رجليك وفي يديك وفي كل شيء وفي راسك وفي كل شيء. أولي صافي الله. واش غتبدا تحرك؟ المهمتي. إوا شنو هو مالك؟ واش دابا تبداي تحركي؟ واش تمشي تقيدي في النادي ديال الرياضة؟ ودابا دوي معايا. واو ترجيلاتي هادي مشاو لي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف ما عندك علاش تبكي؟ ما عندك حتى شي حاجه. واش تبدا تخرجي وتجري معايا في الصباح شويه؟ واش تمشي دير رياضه في النادي؟ واش اياه ولا لا؟ غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم اذا درتي هذا الشيء غادي تولي ترجعي كما كنتي. واذا ما تبعتينيش وما تبعتيش الدواء وما تبعتيش هذا الشيء اللي قلت لك والله يحفظ الله يحفظ. انا ما بغيتش نخلعك ولكن جريتيني للهضره. لا حول ولا قوة إلا بالله. اش قال لك الطبيب؟ اه؟ على هذا الشيء فيه اللعب. واش بدا تنوضي؟ دابا وعدتيني أنا قدام لي فان ديالنا كاملين الله يحفظهم داخل المغرب وخارج المغرب وجميع الدول تيدعوا معك. وغدا إن شاء الله غادي نختم هذا الفيديو في الغابة إن شاء الله ديال البوسكورة. غادي نمشي أنا وياك ونجريو تمايا إن شاء الله الرحمن الرحيم وما يكون غير خير. الحباب ديالنا هانتوما شاهدين غدا إن شاء الله غادي نكمل هذا الفيديو ونختمو في الغابة إن شاء الله ديال البوسكورة. والله يحفظكم ونجيكم ودعيو معاها. الله يحفظكم. يلا ما يكون غير خير. يلا موعدنا غدا إن شاء الله.
لا جميلة عيتي. شوف قسما بالله الى عندك الكلمة والعهد اللي عاهدتيني هانتينا وفيتي به. المهم على كل حال ماشي مهم الواحد يجري ولا يعرق ولا هذا. المهم شوية بشوية انا غادي نمشي معك بشوية. شوف انا نمشي معك بشوية بشوية، نبداو بعدا بحال هكا بهاد لامارش هادي، وعاوتاني نهير واحد اخر غدا ان شاء الله، عاوتاني نمشيو عاوتاني بحال هكا، وعاوتاني ان شاء الله حتى تبدا تلبس التبرديله وتجري ان شاء الله. ودابا شوف ايب شوية عليك ها شوف ميه شوف ميه شوف ميه. والمهم بعد تحرك هيك جيلاتك شوية و يلا يلا زيد زيد انا معك، انا ديما مشجعك. يلا ويلا يلا تبارك الله عليك. زيد زيد مزيان. شوف غادي نمشيو حتى لغاصلي ونعاود نرجعو صافي. يلا شوفي باش ما نطولوش على الحباب ديالنا. لا جميله تبارك الله عليها زعمت ووعدتني باش ان شاء الله ما راح تبدا دير لاماش ياك الحاجه والله، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشي نقيدك في شي كلوب تبدا دير شويه ديال الحركات ودير شويه ديال لا ناطاسيون ان شاء الله ياك يبغى الله بغيتو. ايوا معلوم ربي ما تيبغي الحاجه الزوينه لعبدو اللي عبدو اللي هو الحمد لله اللهم لك الحمد تيبغيه ووقف معاه ما يبغي له الحاجه مزيانه. يا الحباب ديالي اللي كيقول لي كورونا مشيت قلبت على كورونا. لا الحمد لله هذا قالوا لك ان فيروس اللي تيدور في قال لك الصدر ديالي عامر بالبرد وهذه نزله كتبها الله والله يحد الباس. المهم نقاوموا حنايا وان شاء الله ما يكون على الخير. هاك شد لاله شجرات هاك شد لي حتى انا نسلم على الحباب ديالي. ايوا هانتوما الشباب ديالنا الله يحفظكم الله يجزيكم كيما شفتوا لا جميله الحمد لله. غاداك شويه ديال لاماش وانا معاها وقت معاها حتى تولي بخير وعلى خير، وانتم سلامي الحار لكم الحباب ديالنا الله يحفظكم الله يجزيكم وبدعواتكم ان شاء الله حنايا غاديين في طريق الخير الحمد لله. ونتمنوا ديما الفيديوهات ديالنا يكونوا عند حسن ظنكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم هيت صح شويه لا جميله وحنا نعاود ثاني نتبعوا معكم لي فيديو ان شاء الله. الله يخطيكم وتبارك الله عليكم وتنبغيكم وتابوناو وبارطاجيو الله يخطيكم. ايوا ها الانستغرام ديالنا حتى هو دخلوا له والله يحفظكم، واللي عنده شي اراء واللي عنده شي حاجه اللي غادي تهم لا جميله مرحبا بكم. يلا مع السلامه.